السلام عليكم يا شباب. في كورس البورتريه وفي رسم البورتريه والاطراف حبيت انوع في الخامات، لان ناس كتيره بتبقى حابه ترسم بورتريه بس بكذا خامه. فنصيحتي دايما ليكم قبل ما ترسموا بورتريه وقبل ما تتعلموا بورتريه، اتعلموا الطبيعه الصامته، ارسموا كتير طبيعه صامته قبل ما ترسموا بورتريه. اليوم هنرسم العين بالقلم الجاف. في عندي انواع كتيره من الاقلام واشكال والوان مختلفه وماركات مختلفه من الاقلام. في منا من الفنانين اللي بيفضل يستعمل القلم واحد في الرسمه كلها، وفي اللي بيفضل انه يستعمل الالوان نفسها. انا عن نفسي بالنسبه لي المفضل بالنسبه لي نوعين من الاقلام الالوان، في البريما وفي الفابريكاسل. البريما والفابريكاسل، طبعا البريما كنت بستعمله قبل ما اكتشف ان الفابريكاسل نزلت الطقم الالوان. طبعا هو تقريبا كان 10 اقلام او 11 اقلام تقريبا. انا عن نفسي فرحت جدا لما لقيت ان الفابريكاسل منزله الالوان ديت. فهنبدا على طول مع بعض الفيديو، هنرسم عين واحده ونشوف ازاي نستعمل مهاره القلم الجافيه. بسم الله. بعد ما رسمت العين بالرصاص ابدا ان انا استعمل القلم الجاف. طبعا يفضل ان يكون معايا منديل او قماشه، بحيث ان انا كل ما استعمل القلم امسح القلم فيه عشان ما يسيبليش نقط من الحبر. انا هشتغل جاف بطريقه الاتشنج او طريقه الشبكه، مش طريقه التسيح اللي هو الناعم اللي احنا بدانا نشوفها كتير على الفيس او على السوشيال ميديا. انا هستعمل بالطريقه اللي هي الاكاديميه، اللي هي خطوط متقاطعه. أو بس أبدأ أرسم بالجاف. أشوف اتجاه الغامق والفاتح حسب ما أنا شايف في الصورة بتاعتي، وأبدأ أشتغل خطوط بزاوية 45، وبعد كده أرجع بزاوية معاكسة ليها. ممشيش لما عاوز اغمق، ممشيش نفس الاتجاه، ما ارجعش بايديا نفس الاتجاه، لا برجع باتجاه معاكس. ولما عاوز اغمق اكتر بمشي في اتجاه معاكس اكتر غيرهم خالص، ممشيش في اتجاه مرتين عشان الحبر بتاعي ما يتقلش ويسيب زي تجريح او خطوط تقيله في الورقه. تغميق الجاف او تفتيحه مش معتمد على ان انا ادوس على القلم او لا، بالعكس القلم دايما بيبقى خفيف خالص على الورقة، وهي قطر الجاف على الورقة يعني قطر الخطوط اللي ماشية على الورقة من قلتها، فهي ده اللي بيسبب معايا الغامق والفاتح، مش ان انا ادوس على القلم. طول ما انا شغال بالجاف اشتغل بهدوء وبالراحة، لان العصبية او السرعة في الشغل هنا هتأذي العمل او هتطلع لك عمل مش منظم، عمل تحس ان هو مستعجل عليه، عمل تحس ان خطوطك مش منتظمة وتحس ان انت مشخبط، بس مش عامل لوحة فنية. لما عاوز اغمق اكتر بمشي في اتجاه مخالف زي ما قلت قبل كده اهو، عمل بس خيال الرمش على العين. وحدد ارسم لسعات الاضاءه، بلاش ان انا احطها زي نقطه او شكل كده وخلاص، لا انا رسمه الاضاءه اللسعه نفسها ليها رسمه.
طبعا العين شكله بيضاوي. لو راجعتوا معايا الفيديو بتاع الظل والنور وازاي اظلل الاشكال هتعرفوا شكل الظل والنور بتاع الدايرة. هحط لكم لينك الفيديو في الوصف تحت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعمكم ليا بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم.